اهلا ومرحبا بكم في فيديو جديد من فيديوهات العاب الاطفال. بصوا بقى، النهارده جايبه لكم معايا لعبه ذكيه جدا جدا جدا، مش هصدق. ومكتوب عليها 99 ماركر. يا ترى بقى ايه السر في الماركر الغريب ده، لونه احمر، شكله ماركر قلبوز جدا. يا ترى بقى لما نيجي نكتب بيه اللي هيحصل. بص، نفتح بقى القلم بتاعه كده، السن بتاعه لونه احمر ومعانا هنا ورق. ايه ده، بص بيكتب كده عادي، اوكي زي ما انتم شايفين اللون الاحمر بتاعه كده، بس شكله غريب جدا جدا جدا، لان القلم ده اصلا ما بيكتبش. بس ده تخيلوا بقى بيعمل ايه، مكتوب عليه شوك ماركر. لو انا كتبت من الناحيه دي عادي بس ما بيعملش حاجه، اوكي، لكن لو انا حطيته للبشره جاي مكهربني على طول. يا نهاري، ده شكله فعلا قلم مخيف جدا 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 زي ما انتم شايفين. كنت بكتب عادي، لكن اول ما احطه على اي جسمي مكتوب عليه شوك ماركر اهو زي ما انتم شايفين. ده قلم غريب قوي قوي قوي، ده هيكون مقلب جامد جدا لو حطيناه لحد من صحابنا وخليناهم يستخدموه، هيكهربوا على طول. واو، انا شايفه الصراحه ان هو قلم غريب جدا. بصوا شكله عامل ازاي، يا نهاري. بصوا اهو، حاول بقى من بكهرب على طول اول لما اخليه يلمس جلدي. شفتوا ده بيلسع جامد قوي قوي قوي. لا فعلا قلم فكرته جامده جدا، بيضحك وكوميدي قوي. لو استخدمناه مع لحد من صحابنا هيكهربوا مننا جدا، بس هيكون مضحك قوي. الله، القلم ده فعلا عجبني جدا. بصوا طبعا هو مش للكتابة، هو بس للشكل ده، اوكي، عشان نقدر ان احنا نلعب بس بيه. واو، طبعا احنا لازم نخلي بالنا عشان ده بيكهرب، فلو ادينا لحد من صحابنا وكهربناهم هيكون شكله يعني هيقعدوا يتخضوا ويخافوا مننا جدا. هو القلم اصلا شكله ماركر عادي 99، مكتوب عليه 99 ماركر، وكله لونه احمر عشان محدش يشك فيه. بس ده مقلب جامد جدا جدا جدا. طبعا لازم نخلي بالنا اصلا ان احنا نفسنا ما نتكهربش منه. الله، لا لا انا فعلا عجبني جدا، شكله مش طبيعي خالص اهو. بصوا نيجي بقى الحته دي، مش عارفه بتاعت ايه الصراحه، لونها اسود دي اللي فوق هنا، بحطه كده جاي من الكهربي. شفتوا بيه كهرب ازاي، يا ناري، معمول اصلا من بلاستيك، يا ناري. بصوا بيكهرب على طول. نكتب بقى كده بيه عادي، لكن يوم جاي مزغزغني كده الصراحه، القلم ده صعب قوي ان احنا نستحمله. بصوا عمال بيكهرب، ما بنعرفش نكتب بقى بيه خالص. الصراحه انا عجبني جدا جدا القلم المضحك قوي ده، قولي بقى في الكومنتات ايه رايكم في القلم اللي بيكهرب ده. هستنى الكومنتات بتاعتكم، بليز ما تنسوش ان انتوا تعملوا ايه، لايك وسبسكرايب عشان يجيلكم كل جديد في فيديوهات العاب الاطفال. توحشوني يا اصحابي، باي باي.